بعد أقل من شهر على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يونغ يانغ تعيد اليوم إطلاق صاروخ باليستي آخر سقط في بحر الشرق المعروف أيضاً ببحر اليابان. الجيش الكوري الجنوبي قال إنه رصد عملية إطلاق لصاروخ باليستي غير محدد، فيما أشار خطر السواحل في اليابان إلى معلومات من وزارة الدفاع تفيد بإطلاق جسم من كوريا الشمالية قد يكون صاروخاً باليستياً، داعية السفن في بحر الشرق إلى الاحتراس. كما قالت هيئة البث في طوكيو إن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. التوترات بين الكوريتين تتصاعد بعد أيام من إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية مع الجارة الجنوبية، وإطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري في نوفمبر الماضي، إضافة لتصريحات لبيونغ يانغ قالت فيها إنها اختبرت أحدث صواريخها البالستية العابرة للقارات لقياس مدى الاستعداد الحربي لقواتها النووية في مواجهة ما وصفته بالعداء الأمريكي المتصاعد.